صوت. طيب ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له ال 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي وكانت بتعمل ايه زمان. قولي له فرحك انت تكلف قد ايه. اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى. جري يا واد، ارضى باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين اعملك سوس. شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي، ينفع؟ تنفع اه، وتخش تبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر، خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. مظبوطين مظبوطين، يلا روح تعال. شبرا خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. خش. الهي يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا اما، ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم، هو انا يعني لازم اروح اقل لي ادبي على ابوك عشان تديني هديه؟ ماشي يا عم، ماشي يا ابو. كفايه كده يا ابو، كفايه كده. يلا خمسايه اهي، يلا العب مع اصحابك. ها مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولايفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسوس. عم شفارة حبيبي. صباحك ايه الاخبارك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعايد في القناطر يا سيدي. امي يا عم صممت اخرجها واديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجح. اتمرجح؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير اما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله، اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب يلا بنور. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تمرجح؟ لا نزلني انا بقى. اركب يالك. لا اقعد. هعمل انا بقى في ايه؟ حكومة عربية يا جبانة. هوزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. الله يعلمك. علم علم علم.
وعلي وعلي الصوت. قول يا شادي ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عدى لكم خمس دقائق ها؟ اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتولي الواد اللي بيوزع مشروعات هناك ده. اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. وزع مشروعات. مشروعات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعه يعني. يا جماعه يلا شبيه اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده، يعني في الصيف كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي، كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض، قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهره يا ادم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهره اساسا، انا بس استغليت التجمع وقلت فرصه اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبه عشان اخد رايهم في اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطاله وفساد ومحسوبيه. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعه، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم من كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسه قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا، وبعدين حضرتك ممكن تساله. بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط، ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت واد طيب يا ادم وابن حلال، وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعة. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا، البلد بقت غريبة قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك، وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفينيش،
لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا، هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه يا ابني؟ انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقولك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطول اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا، أعوذ بالله، النظام إيه اللي يتغير؟ أنا أقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا. ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة مش. ولما انت مش تبع حاجة يا رحمك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد إذنك، وبعدين أنا حققت معاه وهبقى أكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد، أمرك يا باشا. خد يا أدم من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلص له إجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا أمك اسمها إيه؟ نعم، أنا سألت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا، انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا هشام بيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا هشام بيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني، انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حواليه شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار للبلد ما يتحققوش الا لو عملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في الوقت، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه، البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. أقول تاني وأفهمك ولا إيه؟ لا يا باشا مفيش داعي.
طيب قول لي بقى، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ مفيش حاجه ساعتك. طب ما هتجيلي البيت شويه كده تتغلب لك بولتين ثلاثه شطرنج. ها ما بلاش، سعادتك لما بتتغلب بتقفش. انا طب يا اخي طالما بقفش اتغلب لي مره. خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله، بس انا شفتهم قبضوا عليه وركبوه البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهره. يا لهوي يا لهوي، كان مستخبينا فين كل ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت دور عليه يا امين عشان خاطري. ادور عليك فين؟ هو عيل تايه؟ مظاهرات ايه؟ احنا بتوع مظاهرات؟ انا هخش اغير هدومي. يا رب يا رب، انا اذنك انا يا رب استرها يا رب استرها يا رب والنبي يا رب يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في ايه يا صبرا؟ يا لهوي، انت بتدور مع عمك امين على اهدم. ماله اهدم؟ قبض عليه في مظاهره مش عارفين اراضي فين. مظاهره؟ وايه اللي خليه يروح مظاهرات؟ ده اتجنن انت ولا ايه؟ بقول لك انا مش ناقصاك، البس اي هم وانزل تدور عليه. معلش يا صبرا، انا ماليش في المشاوير دي. معلش يعني هسيب جوز اختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني؟ انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري. امال انت لازمتك ايه في الدنيا دي؟ تقدر تقول لي؟ ما ولا حاجه، اعتبريني هوا. خلاص استريحتي؟ انا بخاف اروح القسمه صبرا. انا لو شفت مكواجي شايل بدله ضابط وماشي في الشارع بخاف من مكواجي. Now that's exactly what I want. Okay, sir. I'll start immediately. I'd appreciate if you rush the process. You know, time is money. Don't worry, Mr. Richard. I never miss a deadline. You impress me, Nancy. Here's an advance, just to make sure I've got your full attention. Okay, thank you. And I promise you'll have the most beautiful villa in Egypt. Beautiful girls do beautiful things. Thank you. Thanks for your time. تاني عليا، تاني وتالت لحد ما ناخد حقنا. وحقكم ده بقى لمؤاخذة، ما بتعرفوش تاخدوه غير بالمظاهرات وتكسير المنافع العامة والممتلكات الخاصة. أنا ما كسرتش حاجة، بس عملت مظاهرات، سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد. أنا مش مسؤولة عن أفعال حد، أنا مسؤولة عن اللي أنا عملته، واللي أنا عملته حق بيكفله ليا القانون والدستور. يا بنتي أنت مش بنت منيب راشد؟ أيوه. طب ليه بقى مش طالعة زي بابا؟ طالعة له إزاي يعني؟ يعني بابا راجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها. معقولة بابا يعمر في البلد وانت تيجي تخربيها؟ بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبها بطريقتي. ماشي، على كل حال اكراما للسيد الوالد انا هخليك تروحي النهاردة. لو ليا حق امشي، لو ماليش اتحاسب على اللي انا عملته زي غيري. خليها علي المرة دي، بس المرة الجاية هحاسبك على القديم والجديد. طبعا انت فاهمه كلامي كويس. يا ابني تعال خد عليا، خلص لها اقراءاتها وسيبها تروح. شرفتي. هات العواب سليمه يا رب. اهدي يا صبرا يا اختي اهدي، مش كده، ما تقلقيش خير ان شاء الله. انا ازاي بس؟ الواد خدوه يا ام هنا، مش عارفه اشوفه تاني ولا لا. ما تقلقيش يا اختي، ما دام هو ملهوش في السياسه هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طول. ده حقيقي ياما، الواد عصام ابن ام عصام اتاخد في مظاهره زي كده، ولما ثبتت براءته سابوه. اصبري يا اختي اصبري يا صبرا. اديني صبرا، ده انا ظهرت حنان طول عمري عشان اربيهم كويس، الا ما حد اتنصب فيهم، والاخر الواد اتمسك وما اعرفش حتى اراضيه فين. بعد الشر ما تقوليش كده، ادم هيرجع بالسلامه ان شاء الله. ده ادم ده احسن واحد في الدنيا. اه والله ادم ملوش ولا في السياسه ولا المظاهرات ولا الحاجات دي. استرها يا رب استرها يا رب والنبي تسترها يا رب.
انت بقى زعيم المظاهرة؟ يا باشا انا ولا زعيم ولا حاجة، انا اللي جوايا وبحس بيه بقوله على طول. ايوه بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل، وبعدين يا ابني احنا في حالة سلام مع اسرائيل دلوقتي. يا باشا احنا عمرنا ما يكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا، طول ما هم بيقتلوا اخواتنا كل يوم وبيهتجوا اعراضهم يبقى عمر ما هيكون في بيننا وبينهم سلام ابدا. غصب عني يا باشا مش بايدي. انا معاك وحاسس بيك، بس مش بالطريقه دي يا طاهر، انت كده ممكن تودي نفسك في 60 داهيه، ما انت عارف القانون. وبعدين يا طاهر انت شاب ابن ناس مثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل، بلاش تهد يا طاهر. فندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجه نخرجهم من العذاب اللي هم فيه، يبقى ملوش لازمه ان احنا نعيش للمستقبل. انت دماغك ناشفه قوي بس مش مؤذي، واعتقد ان انا زيك عندي نخوه كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه. بص يا ابني انا هروحك، بس بالله عليك بلاش مجي هنا تاني. شكرا يا فندم، يا ريت ضباط امن الدوله كلهم يكونوا محترمين زي حضرتك. بس انا بقى ليا عندك طلب يا طاهر يا جيفارا. امورني يا فندم. نفسي تقولي قصيده كده من اللي انت بتكتبه. حاضر يا فندم. قلبه كفاح بسم اللي راح حلم وقضيه، حالف معيش وفي عيني خوف من الليله دي، وانا مش مروح بيتي غير حقي في ايديا، شد فرصه لقيت حديد تهد فيا، ولا وط راسي غير بسجدة بحسن نية للي حياني عشان أعيش للحظة دي. قوم روح يا طاهر، قوم روح بدل ما أحطك في الحجز، قوم. شكرا يا فندم. يا بنت اللي هببتيه ده في ايه بس يا ماما؟ احرجتينا بعياطك اللي مش مفهوم ده قدام الناس. يوه بقولك ايه يا سرايا، ادم ده معزته من معزه ولادنا، وبعدين انت ناسيه مش هو وهنا متربيين سوا؟ يا ماما ده اخواته اللي اسمهم اخواته، ما عيطوش عليه زيها كده. هم حرين يا ماما. بنتي يا هنا، ايه اللي بينك وبين ادم؟ مفيش حاجه. عليا انا الكلام ده؟ ريحي قلبي وقولي لي. مفيش حاجه يا ماما، قلت لك مفيش حاجه. مفيش حاجه. مالها البيت دي يا مهن؟ لا ابدا يا اخويا، بس اصلها متاثره شويه كمن ادم ابن الجيران قبضوا عليه. قبضوا عليه ليه؟ اصله كان في مظاهره. مظاهره ايه الخيب ده؟ في حد عايز يعمل كده؟ خيب؟ خيب ده ايه؟ ولا يا اخويا ما تقولش عليه وطني. وطني؟ وطني يا حماتي، انت لسه عايشه ايام الانجليز يا حماتي؟ الحكايه دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون. ومن لعلمك بقى المظاهرات دي اضعف حاجه لحل المشاكل. ده واد غبي يا اخويا. اما اقوم اشوف البيت. هنعمل ايه بقى يا اخويا؟ الشباب المهم ابوه وامه عاملين ايه دلوقتي؟ مش شحتفين على الواد يا عيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه؟ مش شحتفين، ما هم اللي يستاهلوا، سابوا له الحبل على الغارب لغايه ما فسد. جرى ايه يا ابو هانا؟ هو انا بقول لك الواد اتقبض عليه في قضيه مخدرات؟ ده مقبوض عليه يا اخويا في مظاهره. يا ريتها كانت قضيت مخدرات، كان كام سنة ورجع، إنما دي عالم. ايه ده؟ ايه المعامله دي؟ يعني سايبني كل ده متاخر عليا، وداخل من بره ضارب بوز قد كده وطالع على فوق على طول، امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه بقى؟ مالك يا جو؟ انت حاسس بحاجه؟ حاسس بظلم. ظلم؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟
يا نانسي، بفكر بعد ما نتجوز اخدك ونهاجر. نهاجر؟ انا هبقى بظلم نفسي وبظلمك لو فضلنا قاعدين هنا. المره دي جت سليمه، المره الجايه ما اطمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابه وملناش في السياسه. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شويه عيال صيعه يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. اوعد سعادتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابدا. يا ريت، لاني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليه يروح. الله يعمل بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل، خش. ادم ادم يا حبيبي، كده كده يا ابني تخلع قلبك كده يا ادم، ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعه، داخل الجامعه عادي لقيت في مظاهره. الحمد لله على السلامه يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي. انا خالي ولا زفت بقى؟ اهدى بس. استنى انت كمان، عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره. انا نبهتك قبل ما تروح الكليه، قلت لك احنا من سكه والناس بتوع المظاهرات دول من سكه تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بقيه عمرك ورا الشمس؟ يا ادم، يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. هو قال لك اهو. خالي والله العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك ان الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعملي لي عملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده يابا. صح. انت بتمد ايدك عليا؟ يالا انت بتشدني والله. عال لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي اطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا ادم. انت بره بره. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الأول في الآخر أبوك خايف عليك. هنزل شوية. آدم آدم تطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حد يا ادم. يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي، ما بقتش زي الاول. اه يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمه ولا مهرجله ولا شويه الحاجات اللي بتلككوا بيها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول. بص يا جو، احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشه فيها حاجات حلوه كتير قوي. اقول لك على حاجه،
زي ناسها مثلا. ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا. عارفه يا نانسي، انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطالبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها. بالعكس، انا كنت بقف ضد اي واحد بيتكلم في القصه دي، وكان عندي 100 حجه وحجه بواجهه بيها. بس للاسف الحجج دي ما بقتش موجوده اصلا. ازاي يعني؟ انت بتقولي مثلا ناسها، اهو ناسها دول هم اللي اتغيروا. الناس ما بقتش بتحترم بعض. انا كنت بقول ان مفيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبنا. كانوا زمان اسره واحده، بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض. بس النهارده ما بقاش في حد بيحترم التاني. المشكله اني ما بقتش قادر اتعامل مع الناس، ولا قادر افهمهم، ولا قادر اتعايش معاهم اصلا. ايوه يا جو، بس انا مش حاسه ان الناس بقت وحشه قوي كده يعني. عشان انت عايشه في دايره مغلقه عليكي. انت دايرتك ضيقه قوي يا نانسي، بيتك والكنيسه والجاليري وانا. بس عارفه، لو في يوم من الايام خرجتي من الدايره دي لاي سبب من الاسباب، هتفهمي اللي بقوله لك ده، وهتكون صدمتك كبيره. وانا بقى من حقي ان انا اخاف عليكي وعلى اولادنا، عشان كده لازم نمشي برا البلد دي. طب بالراحه بس، ممكن تسمعني؟ قولي. احنا مش عايزين نظلم الناس قوي كده برضو. انا وانت عارفين كويس قوي ان اخلاق اي شعب في الدنيا لما بتتغير للأسوأ زي ما انت بتقول، ما هو ده برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصاديه اللي متعرضين لها، للظلم، للفساد اللي بيشوفوه. وبعدين يا اخي، ما احنا لو رحنا اي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشه برضو، وهنقابل ناس متعصبين، سواء في الدين او في اللون او في الجنسيه مثلا. طب نروح فين واعمل ايه عشان نعيش في مجتمع بيحترم بعضه؟ نفضل وسط اهلنا، على الاقل لما نقابل اي مشكله من دول نلاقي حقنا نترمي فيه. يا جو، عشان خاطري انا نفسي اعيش في البلد اللي اتربيت فيها، وعايزه اربي عيالي فيها كمان. ممكن؟ انت ايه الحكايه بتاعتك دي؟ انت مش ناوي تبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا، انا مش مجنونه. امال ايه شغل التخلف اللي انت فيه ده، وسقوطك في الكليه اكتر من 3 سنين، واختلافاتك السياسيه مع الدكاتره، واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني، كل ده بتسميه ايه؟ بسميه حريه شخصيه. انا من حقي اعبر عن رايي. لا، مش من حقك، لان طول ما انت بنتي وشايله اسمي لازم تخافي على مصلحتي. هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك. وما تنسيش ان انا ظهري ليكي، ولولا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوكي لغايه دلوقتي. من فضلك بقى يا منيب، كفايه لحد كده. كفايه ازاي؟ كفايه ازاي اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك مخليها رقبتي قد السمسمه، اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها ايه لما تكون توجهاتي السياسيه عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطيه. ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكره ان انت الوطنيه الوحيده والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده. كل تصرفاتك بتقول كده، ويؤسفني ان اقول لك ان كل ظنونك غلط، والبطولة والحماس اللي انت فيه دي هتروح مع اول قلم تخديه في اي اسم. يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت، الله ينعل ابو اليوم اللي انا كلفتك فيه. اهدى شوية يا منيب لو سمحت. اهدى ازاي يا ست هانم؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه بعد ما اتطلقنا؟ مطلعه لي البنت بلطجية وثورجية وبتاعت مشاكل ومظاهرات. يا ريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك. انت غلطة في حياتي بدفع ثمنها لغاية دلوقتي. طالما بتعتبرنا غلطة كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى. اخرسي يا قليلة الأدب، الغلط مش عليكي، الحق عليا أنا عشان قلبي كبير وسبتك تتربي مع أمك انت واختك في الجو الموبوء ده. من فضلك يا منيب، ما اسمحلكش تجيب سيرتي على لسانك بأي غلط. ليه بقى؟ تنكري ان ابوكي هو اللي بس الافكار المسمومة في دماغ البنت وخلاها تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيرة بابا على لسانك. بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر. ليه بقى؟ احنا بقى اللي بنكره مصر؟ انتوا كرهتوا الناس فيها بكذبكم وظلمكم. يوه، انا مش جاي هنا عشان ادافع عن نفسي ولا اخد منك محاضرات. هي كلمه يا تلمي بنتك يا اما هرفع ايدي عندهم، وساعتها الله اعلم ايه اللي ممكن يجري. انما يا اخي الغريبه ان انت واد صايع ومدردح ومالكش لا في كاس ولا في سجارة. ايه يا عم انت فين؟ ايه تقول ايه؟ بكلمك يا عم، بقولك انت يعني واد صايع ومدردح مالكش لا في كاس ولا في سجارة. ما جدعانه يا ابني انك تشوف الزفت ده وما تمدش ايدك عليه. صياعه ادب كيكي، مش طب خد ولع ده بقى عشان تنسى كل همومك. اسمع كلام انا الله، هو ده بقى اللي واخد عقلك؟ بعدين انت عارف ان انا ما بشربش الزفت ده. افرض بقى يا اخي انا شربته وحبيته. وايه المشكله يا حبيبي ما تحبه؟ اهو يصبرك على زن النسوان وقرفه وعلى لولس. انت عارف ايه مشكلتك يالا؟
ايه بقى يا عم الحكيم؟ انك ما عندكش اي مشاكل، بتحاول تخلق لنفسك اي مشاكل عشان تعيش نفسك فيها. ليه يعني؟ عشان اهلي اغنياء، في مشاكل كتير جدا ما تتحلش بالفلوس، واكبر دليل على كده مشكلتي. مشكلتك؟ مشكلتي دي بقى ان شاء الله. ابويا تخيل مستخسر يجيب لي عربيه بمليون جنيه. لا لا الا الله، ده اب ده؟ صدق يا اخي اللي شوف بلاوي الناس تقول عليه بلوته يا ابني. يا عم انت صدقت. انت عارف يا دايما انا مشكلتي ايه؟ زي ما انت قلت بالظبط، ان انا ما عنديش مشكله. تخيل لما كل حاجه تتمناها وتعوزها تجيلك في لحظه. احساس ممل قوي يا اخي. ما عنديش هدف، ما عنديش حافز كده، مفيش حاجه بسعى وراها وبجري وراها. واصعب حاجه ان انت تلاقي كل اللي حواليك بيحبوك عشان مصلحه. بس انا بحاول اشوفها بطريقه تانية يعني. هم بيسلوني ويضيعوا لي وقت. لو تعرف قيمه الوقت والعمر اللي بيعدي من غير ما تحقق فيه اي حاجه. ده يا ابني انت كده بتقتل نفسك. بقتلها وبعاقبها عشان فشلت تحقق اي حاجه مفيده في الوقت ده. يا سلام يا اخويا، هو انت بقى عشان ما عرفتش تبني فتهد كل حاجه؟ يا ابني انا معاك انك لازم تخرج وتنبسط وتهيس، بس لازم يبقى في هدف في حياتك عايش عشان على الاقل لما تتجوز ما يبقاش منظرك وحش قدام مراتك، ما تبقاش زي الشحط كده ولسه بتاخد مصروفك من اهلك. واضح ان الدخان سطلك يا شلانز. شلانز؟ لا يا معلم ما تقلقش، دخانك عمره ما يستنى، لان الام الدنيا وشلالتها فوقاني طول الوقت.